ما شاء الله، احنا وين الحين؟ نحنا هنا كيتسمى بالمارشي للخارج السونتر. دابا غادي نجيو باش نتقداو الخضره اللي غادي ناخذوها نديروها في الطاجين ديال الدجاج. ما احنا اصلا الدجاج راه كاين عندنا في الدار بلدي، ولكن دابا غادي نتقداو الخضره عند السيد. تعالوا نكتشف الخضروات الجميله اكلتنا اليوم. ما شاء الله كل شيء عندكم مختلف عن اللي انا اعرفه. شوفها كوسه كبيره ما شاء الله. هذه سميتها القرعه بالعربيه. ايه القرعه احنا نسميها كوسه. هذه هذه حتى هي من الارض، حتى هي من الارض غناخذوا منها حتى هي، حيت غنديروها للطاجين. بالحق ما غناخذوهاش كبيره. هذه ترى طالعه من المزرعه هني على طول. دابا غنديروا طاجين بالخضره، غنديروا فيه القرعه وغنديروا بصله خيزو وبطاطا. خيزو شنو؟ الجزر. هذا بصل، هذا بصل. انتم تسمونه بصل نفسنا صح؟ بصل. البصل الخضرة الوحيدة اللي ما تغير اسمها لأنها بصل. لو كان حبيبك بصل كنتك انتو. كم حبة بصل نحتاج؟ أربعة. هذه كفاية بروحها، هذه أنا أربعة. هذه غنديروها غير في التفريشة ديال الدجاج. يلا أربعة، ناخذ أربعة. شوفوا 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 البطاط. الجزر خيسو. الجزر. شوف ما شاء الله، هذا انا اشوفها بالكرتون هالحجم ما شاء الله. شوف هذا خيسو، في مصر يسمونه خيسو، احنا نسميه جزر. ابي اعرف انتم عندكم شنو تسمونه هذا. يلا خذينا كل انواع الخضره، غناخذوا فلفل حاره وكاينه مطيشه. يعني مطيشه هي كاينه هذه وكاينه مطيشه سوريس صغيره، هذه ديال اللي شنو مطيشه؟ مطيشه هي الطماطم. مطيشه عشان حجمها صغير يعني؟ اي سوري، هذه كدار في الشلاطه. في الشلاطه. انزين هذه هم يسمونها مطيشه، هذه هم مطيشه بعد؟ اي مطيشه حتى هي. مطيشه في ماسة وماط عندي، وفي بعض الدول يسمونها بندوره. تبي مطيشه صغيره ولا كبيره؟ غناخذوا كبيره وناخذوا صغيره. ايوه نوع نوع. وبعد الفلفله هذه كتعطي واحد الطعم في الطاجين. وغادي ناخذوا ربيع. اربعه؟ ربيع يعني قزبور. واحدة. ها اوكي كزبر اسمه ارباع. ارباع. انت كلهم راح توزنهم مع بعض ولا تجزئهم؟ لا كل شيء محطوط مع بعض. في ماسة كله مع بعض. المزرعة كل الدنيا مع بعض، ووقت اللي تشتري كل الدنيا مع بعض. واش سبق لك جربتي الدلاح ديال الماسة البطيخ؟ ليش هو خبط عليها وايد؟ هو كي يجربها بحال هكاك باش يعرف البطيخه اللي هي كتكون طايبه وصانيه. شفتيها؟ شوف 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 كتكون طايبه. على هكا دابا كيبقى يدير لها هذيك هكا باش يعرف. سكرها حلو جدا. الحين احنا خذينا كل الخضروات وضقنا البطيخ الماسي. الحين شلون نروح نجيب الدجاج؟ لا الدجاج راه كاين عندنا في الدار، هذاك اللي خدينا من عنده البيض هو اللي غادي ناخذه. خذ هو اللي غادي ناخذه وغادي نذبحوه وغادي نطيبوه، لان غادي نديروا الدجاجه بلديه يعني منا وفيها. حلوين.